السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملات بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا مره اخرى في قناتي وقناتكم شهيواتكم. اليوم ان شاء الله البنات غنحضروا واحد الوجبه ديال الافطار، وغادي نوريكم في هذا الفيديو يعني ب خمسه ديال النكهات. تقدروا تحضروا ديك الساعه النكهه اللي بغيتوا في الافطار ديالكم، راه كتجي لذيذه لذيذه بزاف هذه الوجبه. تابعوا الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. على بركة الله غادي نبداو. عندي البنات هنا واحد الكمية من الشوفان، عندي هنا الشوفان بهاد الحجم هذا. هذا الحبة ديالو متوسطة، راه كاين لي الحبة ديالو كبيرة وكاين الحبة ديالو صغيرة. هنايا زدت عليها البنات الحليب، زدت الحليب دومي اكريمي. تقدروا تزيدوا الحليب خالي الدسم أو الحليب عادي على حسب كيف ما كليكم نتوما والنظام الغذائي ديالكم. غادي نزيد واحد القريصة ديال الملح غير شويه صافي. غنحط الكاسرول ديالي فوق النار حتى يسخن لي الحليب هكا، وهاد الشوفان هكا كيطرخى راه غير شويه ماشي بزاف. تقدروا تاخذوا الشوفان وتزيدوا عليه الحليب سخون صافي، وبلا ما توضعوه فوق النار، ونتلاقاو ان شاء الله. صافي البنات، بعد ما هكا غلى لي الخليط شويه، نتوما كتلاحظوا كيفاش كيولي، نتوما ما حدكم كتحركوه هو كيتقال، والا خليته هكا حتى برد راه كيزيد يتقال مازال. غادي ناخذ نبداو في الطريقه الاولى. عندي هنا واحد نص بنانه هكا اللي كتكون كيف ما كنقولوا طيبه هكا، ما كتكونش قاصحه صافي. وغادي نمعسها، هي اللي غادي ندير بها هذه الطريقه الاولى او هذه الزليفه الاولى ديال الشوفان. يعني ما تحتاجوش تزيدوا لا عسل لا حتى شي حاجه صافي. غادي ناخذ واحد الكميه من الشوفان ولا من هذا الشوفان مع الحليب، وغادي نزيد البنات واحد شويه ديال القرفه كتجي زوينه مع البنان. تقدروا ديروا الميكس اللي بغيتوا، انا كنعطيكم دابا غير اقتراحات، وانتوما ديروا الميكس اللي بغيتوا صافي. البنات هنا ما غنزيد حتى حاجه للتحديه، الا بغيتوا تزيدوا شويه ديال دبس التمر كتزيدوه، انا ما غادي نزيد والو. ولا تزيدوا شويه معلقه ديال العسل الحر. هذاك البنان علاش خصو هكا يكون طيب؟ تيكون حلو، هو اللي غيعطينا الحلاوه لهاد الوجبه ديالنا صافي. البنات غادي نزين هكا بقطع ديال الموز من الفوق ندير هكا شويه ديال اللوز إفيري غير شويه، وشويه ديال لي بيبيت دو شوكولا. هاد لي بيبيت دو شوكولا البنات من نوعيه جيده، يعني ماشي سكر شوكولاتي، باش نبقاو محافظين على الوجبه تكون صحيه صافي. وهذه هي الزلافه الاولى، نحطها على جنب، ندوزو نحضروا الزلافه الثانيه. غادي ناخذ عاوتاني كميه ديال الشوفان مع الحليب، الا بان لكم البنات عقاد زيدوا فيه شويه الحليب. هنا البنات غادي نزيد الفواكه، يعني تزيدوا الفواكه اللي بغيتو، تقريبا هنا نص مشماشه غادي نزيد شويه ديال دبس التمر، صافي البنات. وغادي نزينها هكا بالمشماش وهكا طريفات ديال البرقوق، كتزينوها بالفواكه على حساب الرغبه ديالكم. صافي على هذا الشكل، ندوزو نحضروا الزليفه الثالثه. هاد زليفة البنات غادي تكون بالشوكولا، خديت هنايا كميه من الشوفان بالحليب، وغادي نضيف ليه الكاكاو البنات 100% كاكاو، نضيف غير واحد شويه ماشي بزاف، وغادي نضيف شويه ديال دبس التمر باش نحلي.
غادي نزين البنات بقطعه من الشوكولا. عندي هنا الشوكولا البنات 76%. نديرو هكا واحد شويه ديال اللوز. دابا غادي ندوزو نحضرو زليفة الرابعة. هنا البنات غادي نديرها بالمكسرات، غنزيد ليها هكا معلقة ديال زبدة الفول السوداني. ومغاديش نزيد باش غنحلي، لأن هاد زبدة الفول السوداني فيها العسل. غادي نقدم لكم إن شاء الله شي فيديو نوريكم الطريقة كيفاش كنصاوبها بها، راه ساهلة بزاف وحسن من ديك تشريوها جاهزة، يعني تضمنوا أنها صحية 100%. صافي البنات، وغادي نزينها هكا بحبة ديال الكركاع، شوية ديال اللوز. دابا غادي ندوزو نحضرو زليفة الأخيرة. غادي نزيد البنات شوية ديال القهوة سريعة الذوبان، تقدروا يعني تعصروا القهوة وتزيدوا شوية مع الحليب من الأول. غنزيد شوية ديال دبس التمر والعسل اللي متوفر عندكم. صافي البنات، وغناخد واحد الياغورت يكون هكا 0% اولا يكون طبيعي، وغادي نحطو هكا من الفوق. صافي، وغادي ناخد الكاكاو وغنديرو من الفوق. البنات هنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا، وكيكون هذا هو الشكل النهائي الوصفة ديالنا ديال اليوم ديال الشوفان بخمسة ديال الطرق. راه كيجي البنات لذيذ لذيذ بزاف ومشبع، خصوصا اللي خديتو هكا في وجبة الإفطار راه كيشبعكم وما كيخليش الجوع يدور بكم. بالنسبة البنات التقديم ديال هاد وجبة الشوفان، تقدروا تقدموهم هكا دافيين كيف ما تقدروا ديرهم في الثلاجة حتى يبردوا عاد تقدموهم. وبالنسبة لكم البنات راه ما غاديش تحضروا يعني هاد النكهات كاملين مرة واحدة، كنحضر يعني زليفة واحدة بالنكهة اللي بغيت، كناخذ هكا شوية الشوفان وشوية الحليب وكنحضر زليفة واحدة على حساب النكهة اللي تشهيت. اما دابا راه غادي ناكلوهم افراد الاسره كاملين، يعني كل واحد النكهه اللي كيفضل. ونتمنى ان هذا الفيديو البنات ينال اعجابكم، وغير جربوا هذه الوصفه راه غتعجبكم بزاف بزاف بزاف، لذيذه ما نقولش لكم قداش لذيذه. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليه لايك، كذلك تشتركوا بالقناه اللي مازال ما اشترك بها باش توصلوا دائما بجديد الوصفات وجديد الفيديوهات. الى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده، مع السلامه.